يقولون فرد واحد بطل، هذا كلما صارع مع إنسان ضربه وصرعه، حتى ماكو فرد واحد اللي تمكن أن يصرعه. فرد يوم صار مغرور، لأن إحنا شوية فلوس نصير مغرور، شوية قدرة نصير مغرور، شوية مال وأصحاب وأصدقاء وعشيرة نصير مغرور. فرد يوم رفع رأسه وقال يا الله أنزل علي جبرائيل حتى أصرع جبرائيل، مغرور بعد. إذا القصص لناها مو قصة تاريخية فقط. هذا تمرض، تمرض وشل جسمه، المرض بيد الله، وإذا مرضته فهو يشفيه، الشفاء بيد الله، كل شيء بيد الله، معلوم، المرض بيد الله، الصحة بيد الله، كل شيء بيد الله. شل فريد يوم كان نايم، ميت ما كان يحرك جسمه، كلكم شايفين اللي مشلولين، ميت ما كان يحرك جسمه. هذا اللي يقول جبرائيل يجي صانع، يعني يا الله، يقول الله يتحدى. فإذا به يرى رجله تأذي، تعجب إيش بي رجله، هو بكل قوة وكل فعالية شوي رفع رأسه، نايم نايم مشلول، شوي رفع رأسه ينظر شي صاير برجله حتى تأذيه حتى تحرقه. شاف فرد فار جاية تقرض إصبعه، ما عنده قدرة حتى تغير هذه الفارة، توخر هذه الفارة، تحرك رجل أبدا. قام يصيح 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 حتى اجوا فأخروا الفارة. نزل جبرائيل. احنا نفس الشيء، ها تصوروا ان احنا مستثنى عن هذا الشيء. لحظة الغفل عن الله صفقة من الله. دائما الانسان لازم متقي، دائما دائما متقي.